النهاردة هجاوب برضو على رسالة جات لي من متابعة من متابعات القناة، وقالت لي أنا نفسي أعيش حياتي ببساطة زي ما أنتي عايش حياتك ببساطة. هي حست من كلامي ومن فيديوهاتي إن أنا إنسانة بسيطة سهلة، إن كده. فقعدت فكرت، قلت يا ترى أنا إيه الحاجات اللي أنا بعملها في حياتي عشان أبسط حياتي والأمور تبقى سهلة وبسيطة والدنيا كده مش مكركبة ومش متنشنة. هنسميهم استراتيجيات. الاستراتيجية الأولى هي تحديد الأولويات. حياتنا مليانة بحاجات كتير ومهام كتير وناس كتير وأمور كتير ودوشة كتير، حاجات بنتابعها في السياسة، حاجات تخص حياتنا المالية، حاجات تخص أولادنا، دراما كتيرة قوي. فأول حاجة إن احنا نحدد أولوياتنا. أي حاجة تانية غير الخمس ست أولويات دول يعتبروا ضوضاء، مشاكل، حوادث موجودة في الأخبار، أمور كتيرة قوي. لو قعدت ركزت على كل حاجة وديت لكل حاجة نفس القدر من الأهمية، يبقى الواحد عايز يستنسخ نفسه 10 مرات. فأول حاجة حدد أولوياتك. يعني يوم ما نسترتش الأولويات قوي يبقوا 6، لكن مش أكتر من كده، أقل من كده أحسن وأحسن وأحسن. يعني مثلا أولوياتي صحتي وصحة جوزي وصحة أولادي، أولوياتي علاقتي بجوزي وعلاقتي بأولادي، أولوياتي إن أنا أعمل شغلي على أتم وجه، أولوياتي إن أنا أهتم بعيلتي. أنا اتكلمت على عيلتي الصغيرة جوزي وأولادي، لكن في عيلتي الأكبر شوية بابايا ومامتي. لما أوسع دايرة علاقاتي قوي هعرف أجيب وقت وجهد منين لكل ده؟ فلما الواحد يحدد أولوياته، وعلى فكرة أولوياتنا هتختلف من مرحلة لمرحلة، ما تفتكرش إن أولوياتك النهاردة وانت في الجامعة زي أولوياتك لما هتتخرج من الجامعة، ما تفتكريش إن أولوياتك النهاردة وأولادك لسه صغيرين عندهم 2 أو 3 سنين زي أولوياتك لما يدخلوا الابتدائية أو لما يدخلوا الإعدادية أو لما يكبروا يبقوا في الجامعة. مهم جدا جدا إن الشخص مننا يقف وقفة جامدة قوي مع نفسه ويقول أنا إيه أهم حاجة في حياتي، ويكون صادق، وهم دول الحاجات اللي يركز عليها كل يوم. أي حاجة تانية ضوضاء صخب ملهاش أي لازمة. الاستراتيجية التانية بقى هي تخلص من الكراكيب. بيوتنا مليانة كراكيب، أنا كل يوم في صراع دائم على كم الكراكيب اللي بتتراكم في البيت، أوراق ومجلات وحاجات الواحد بيجيبها وبتطلع ما بتنفعش، أسلاك اللابتوب بتاعه نفسه مش موجود وما عادش شغال، تلاقي السلك بتاعه موجود، أصلي يمكن هحتاجه في يوم من الأيام، أصلي يمكن هعوزه في يوم من الأيام، مكوة شعر بايظة وخربانة، بس خسارة أنا دفعت فيها ده كله، ما هي خربانة وبايظة، خلاص ارمي، اتخلصي من كل دوة. الكراكيب الكتيرة قوي اللي مالية حياتنا ومالية بيوت ناس كتير مننا بتعمل عبء جامد قوي على أعصابنا، وللأسف ما بنبقاش مدركين تأثير الكركبة والبيئة اللي احنا عايشين فيها على أعصابنا وعلى سلامنا النفسي وهدوءنا الداخلي. الاستراتيجية الثالثة، ودي أنا اتكلمت عنها مرارا وتكرارا، هي إني لازم أجدول يومي.
لازم احدد انا النهارده هعمل كذا وكذا وكذا. احيانا بتيجي حاجات طارئه، لكن لو الشخص مننا مش محدد هيعمل ايه في يومه، فهو سايب حياته تحت رحمه الاخرين، تحت رحمه الظروف، وده ما ينفعش. لازم تصحى من النوم وتقول انا النهارده هعمل ايه. ايه ده مفيش حاجه اعملها. لو ما عندكش حاجه تعملها يبقى انت انسان فاشل. الله، فين المذاكره؟ فين القرايه؟ فين الاهتمام بـ 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 باولادي؟ لما كل واحد مننا في الدور اللي بيقوم بيه يجدول يومه ويبقى عارف كل يوم هيعمل ايه، هيبقى متوقع، هيبقى مظبط دماغه، هيبقى مرتب دماغه، مش سايب الدنيا كده سبهلله. رابع استراتيجية هي ان وقت الراحة لا يقل عن وقت العمل. وللأسف احنا دلوقتي في عصر ما بنرتاحش. بمعنى ايه؟ بنخلص الشغل وقرف الشغل والمواصلات وكل الحاجات الوحشة اللي كانت في اليوم، وبنرجع البيت ما بنرتاحش. بنرجع البيت عشان نتفرج على التلفزيون ونتعب عينينا ونتعب مخنا ونتعب افكارنا. بنرجع البيت عشان اتخانق مع مراتي، عشان ازعق للعيال. بنبقى قاعدين في البيت بدراما ونكد وكلام كتير ودوشة، وما بننامش، بننام متأخر جدا، فبالتالي نومنا مفهوش راحة، بنصحى الصبح تعبانين. كان في فيديو لطيف قوي لمجموعة من الأطفال، وبيسألوهم ايه الحاجة اللي بيعملها الكبار وبتحيركوا قوي. واحدة منهم زي الشربات قالت مش فاهمة هما بيصحوا من النوم ازاي، ليه تعبانين. صح، عندها حق، احنا بننام عشان نرتاح، نصحى من النوم تعبانين. نبص بقى نفكر يا ترى الميعاد اللي نمنا فيه مش مظبوط. انا واحدة من الناس عندي انسوميا دائمة، هي دي طبيعة حياتي، بحاول اتغلب عليها. تلاقيني قبل الفترة بتاعت المساء اشرب كامومايل اللي هو البابونج، اشرب حاجة تهدي اعصابي، احاول اسمع حاجة تهدي الاعصاب، بدل ما اقرا كنت بقرا الاول من السلفون بتاعي او من التاب، اقرا من كتاب عشان الضوء الفظيع دوا. بحاول اتغلب على المشاكل اللي في النوم عندي. كل واحد فينا يفكر، لو انت بتشخر ما هو ده بيعمل انقطاع للنفس. شوف، فكر، شوف ايه الحاجات، في نقط بياخدوها، في حاجات بتسد البق تقوم تجبرك ان انت تتنفس من مناخيرك. فكر، شوف ليه بتصحى تاني يوم تعبان. الوقت بتاع الراحة ده تعالوا كده في وقت من الاوقات بعد ما نرجع نقول للولاد احنا هنتكلم وشوشة. كنت بعملها مع الولاد وهم صغيرين، ومش بس كده، كنت اقول لهم ولما نيجي نمشي كمان هنمشي على طراطيف صوابعنا. ليه؟ لان احنا كشعوب اصلا صاخبين، احنا والطلاينة والجريك وكل شعوب البحر الابيض المتوسط، لما بنتكلم بنتكلم بايدينا وبنتكلم بحماس، هي دي طبيعتنا. يبقى محتاجين ان احنا يعني بشكل واعي هنقلل صوتنا، هنوطي صوتنا، هنوشوش. كمان نشوف لو في حد كبير عندنا في البيت سمعه، ما بيسمعوش، تلاقي التلفزيون عالي قوي، تلاقينا لما بنتكلم معهم بنزعق، تلاقيهم هم نفسهم بيزعقوا. نتفقد لأوقات راحتنا. هي دي الاستراتيجية الكام بقى، الرابعة، ان احنا نتفقد اوقات راحتنا. الاستراتيجية الخامسة هي ان احنا نفصل دماغنا. بمعنى ايه؟ احنا طول النهار بنفكر، مخنا ما بيوقفش، حتى واحنا نايمين عندنا عقلنا الواعي وعقلنا اللاواعي كله شغال. في الصبح عقلنا الواعي شغال، بالليل عقلنا اللاواعي شغال. ازاي نفصل دماغنا؟ كل واحد فينا بيفصل دماغه بشكل مختلف عن الاخرين.
طبعا في اللي بيفصل دماغه بحاجات غلط، بمعنى ايه؟ اللي بيدمن الجيمز، اللي بيدمن الالعاب، اللي بيدمن الفرجة على حاجات معينة، اللي بيدمن الشات اللي ملوش اي لازمة. هل انت متاح للدردشة الان؟ لا مش متاح. يقعد يهرج مع دي ويكلم دي، ده بيفصل دماغه، ده بيفصل دماغه. نشوف أنشطة وحاجات تساعدنا ان احنا نسكت دماغنا شوية. مثلا المسلسلات والأفلام والحاجات دي، أشوف نفسي بعد ما بتفرج على المسلسل ده أنا ببقى حاسة بإيه؟ هل ببقى حاسة إن دماغي مرتاحة وهدوء، ولا لأ أعصابي تعبانة ومتوتر ومتوترة؟ لما بقعد مع الجروب ده على القهوة نتكلم ونحكي، هل برجع مبسوط وفرحان وحاسس ان انا فصلت دماغي شوية، ولا ايه بالظبط؟ طبعا في الناس بقى اللي بتدمن حاجة معينة، او يعني ربنا يعفو عنهم ويعفو عننا وما يحطش حد فينا خالص في الموقف ده، ما هو ده برضو نوع من فصل الدماغ. فنشوف ايه الأنشطة وايه الحاجات اللي ممكن تساعدنا ان احنا نفصل دماغنا ونريح دماغنا شوية. سادس استراتيجية، ودي بأكد عليها قوي، ان كل واحد فينا يعرف حدود تأثيره. في كل موقف مع كل شخص بنقابله في حياتنا لينا دايرة تأثير، وانا اتكلمت عنها قبل كده. في واحد بيبقى عامل زي المغناطيس القوي، تأثيره قوي، اللي بيشفط كل المعادن الحديد اللي حواليه. وفي واحد بتبقى تأثيره ضعيف. لو أنا في موقف وأنا عارفة من جوايا أن تأثيري ضعيف، هاخد أعذب نفسي ليه؟ زي مثلا حد طلب مني نصيحة معينة وأنا اديت له النصيحة دي بما يرضي الله، أقعد أهري وأنكت في نفسي ليه أن الشخص ده ما أخدش بنصيحتي، ما عملش كذا، هيودي نفسه في داهية، هيعمل مش عارف إيه. لازم أعرف أنا حدود تأثيري إيه على الآخرين، وأتعامل مع كل موقف بهذا المفهوم. أنا تأثيري هنا قوي، يبقى أتوقع مسؤولية أكبر، أهتم أكتر، أدي لهذا الشيء مساحة أكبر من فايلات مخي. لكن أنا هنا تأثيري ضعيف، خلاص ما حملش نفسي فوق طاقتها ان انا لازم يعني يحصل دوا، ولو ما حصلش ابقى متضايق وانت عاكنن نهدى كده. كل واحد فينا يعرف حدود تأثيره. الاستراتيجية الاخيرة بقى هي الشكر والامتنان. لما نشكر النعم اللي حوالينا فاحنا بنركز عليها، بدل ما ركز على اللي ناقصني أركز على اللي موجود عندي وأشكر ربنا. وشكر النعمة بيبقى إن أنا بحافظ عليها، إن أنا بحميها، إن أنا بهتم بيها. دايما مثلا الولاد لما يجوا يكسروا حاجة في البيت أقول لهم دي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. فشكرنا للنعمة إن إحنا نحافظ عليها. المية في حياتنا نعمة من النعم، الحمد لله يا رب إن إحنا في عندنا مية، حتى ولو نقول انها ملوثة او مش ملوثة، نروح نجيب فلتر ونفلتر المية اللي عندنا ونقول الحمد لله يا رب على المية اللي عندنا، الحمد لله يا رب على نعمة جوزي. هو مش مفهوش كل حاجة انا نفسي فيها، بس لا، وجوده نعمة. الموظفة اللي بتشتغل وبتتعامل مع الجمهور وكل يوم بيقرفوها، احمدي ربنا على شغلك وعلى وظيفتك، الحمد لله يا رب ان انا عندي هذه الوظيفة اللي انا بصحى كل يوم اروحها، واللي انا بقبض في اخر الشهر مرتب كبير صغير، بس الحمد لله. فان احنا نكون الواحد فينا يكون عبدا شكور، دي بتدي صفاء وهدوء وراحة نفسية، وان الواحد يركز على اللي عنده اكتر من ديون مرة من هو يركز على اللي ما عندوش. هما دول السبع استراتيجيات او السبع حاجات اللي انا حسيت ان احنا لو عملناهم هنبسط حياتنا ونسهل امور حياتنا ونغير نظرتنا لحياتنا.
يا ريت تكتبولي تحت في التعليقات يا ترى في حاجة تانية بتعملوها عشان تحسوا بالهدوء والسلام النفسي. يا ترى ايه سر من اسرار ان حياتنا تبقى سهلة وسلسة وبسيطة؟ لو في حد في حياتكم ممكن يستفيد من الفيديو ده يا ريت تبعتوه له عشان يسمعه والاستفادة تعم. اشوفكم المرة الجاية.